الشخصية الباحثة عن الكمال، في شخصيات الحقيقة دايما هي ذاتها بتحب تبقى نمبر وان في كل حاجة. أنا باحثة عن الكمال، أنا المفروض أبقى بيرفكت في كل حاجة، لازم أكون أعمل كل حاجة بصورة مثالية. تلاقيها نفس الوضع لما تيجي تربي ولادها، هي عايزة ولادها يطلعوا برضو زيها، هم عايزاهم يكونوا مثاليين في كل حاجة، في لو نقصوا نص درجة تبقى يا دي الدنيا قامت ما تقعدش. ففكرة المثالية في التربية دي ممكن تسبب إيه أو ممكن تأثر على أولادنا إزاي؟ دي كارثة كارثة كارثة. يعني أنا عشان عايزة ابني يبقى ناجح يبقى كارثة؟ أيوة، خلينا علشان أنا بتكلم بلسان أيوة حال الأمهات يعني. لا، هي الحقيقة حد مرة اداني جملة كده، مثال حطيته قدامي في كل حتة. قال لك ايه؟ تحلى بشجاعة عدم الكمال. تحلى بشجاعة عدم الكمال. عدم الكمال، عدم الكمال ده شجاعة، مش صحيح. اي حد يقدر عليها. كل واحد فينا فاكر ان هو يعني اجمد واحدة الساعة واحدة، يعني كل حاجة فيها هقدر اعملها، ودي مش حاجة صح وعلى ارض الواقع مش بتحصل. او لو حاولت انفذها بلاقي نفسي انا في الاخر انا اللي اتضربت، انا جوايا اتضرب، لان انا بضغط بضغط على نفسي عشان اقدر اعمل كل حاجه صح. مفيش حد كامل، الكمال لله وحده، مفيش حد فينا هيقدر يعمل كل حاجه صح. طالما انا عايزه امشي في اتجاهات، انا عايزه اشتغل وعايزه اولادي يذاكروا وعايزه ابقى بيتي كويس، تاكدي ان كل حاجه من دول هتبقى بنسبه 60-70%. ممكن حاجه واحده تعلى والباقيين هيقعوا. مش هقدر اعمل كل حاجه في الدنيا، مفيش حد كده. فانا محتاجه ان انا اتحلى بالشجاعه دي وابقى عارفه ان كل حاجه هقدر اعملها على قد ما هقدر، ربنا هيكمل الباقي. واكتفي بان انا الولاد عملوا مجهود وذاكروا لوحدهم، ما جابوش الدرجات النهائيه بس هم اعتمدوا على نفسهم. راحوا النهارده مش عاملين الواجب، بس في المقابل اشتغلوا معايا في البيت وساعدوني بدل ما كنت هقدر، مش هقدر اعمل انا لوحدي كل ده. فانا بقسم المهام وبحاول ان انا ما بقاش انا السوبر هيرو في كل حاجه، وما يبقوش ولادي بضغط عليهم، لان هم هيجوا في لحظه ينفجروا. الامهات اللي هم في ابتدائي انا ابني ما ينقصش نص درجه، في ثانوي انا ابني معاه ملحق، لان هو زهق من فكرة الضغط فابتدى ينفجر وعايز أذاكر لوحدي ومش متعود أذاكر لوحدي، خلاص أوكي أدي الملحق. وطبعا بنلاقي بقى بعد كده بيجيب صورة عكسية. ما نحسبش إن إحنا كده أولادنا هيطلعوا يعني عباقرة. بصي، هيطلعوا حاجة من اتنين، يا هيتمردوا تماما وهيطلعوا واقعين خالص، يا هيطلعوا هما كمان باحثين عن الكمال فبالتالي مش لاقيين الكمال، فعندهم إحساس بالنقص شديد جدا. تمام. طيب، بما ان احنا بنتكلم على سوبر مامي او سوبر هيرو اللي هي عايزه كل حاجه كامله، فبتخلي ابنها لو او بنتها لو هتقف تغسل مثلا طبقين تقول لا، البنت لما بتغسل الحاجه ما بتطلعش زي ما انا عاوزه، ريحي انت. الولد طلبت منه حاجات ينزل يجيبها ما بيجيبهاش زي ما انا، لا خلاص ريح انت وانا هعمل كل حاجه. قد ايه انا كده ما بخليش ابني او بنتي تطلع عندها تحمل المسؤوليه؟ فانا عايزه اعلمهم يتحملوا المسؤوليه، بس انا مش عارفه. طب ما هو ايه السبب اللي انا مخليهم مش بيطلعوا متحملين المسؤوليه؟ وقد ايه لو تحملوا المسؤوليه دي هتفرق معايا ومعاهم هم اكتر مني؟ في يوم من الايام كان ابني طالع مؤتمر وكان عايز ياخد معايا علبه الجبنه، كان في اولى ابتدائي، عايز ياخد معايا علبه الجبنه وهو مش بيعرف يعمل ساندوتش. فقلت له تعالى نتعلم وناخد الفتره الجايه عشان خاطر لما تروح المؤتمر ايه لو جوعت تبقى تعمل ساندوتش بنفسك. كان ممكن احط باكو بسكوت في الشنطه ولما يجوع ياكله، بس احنا قلنا ايه نتعلم سكيلز جديده. ابتدى يفرش وطبعا العيش يقع ويتفتفت ويتكسر ويعمل، وفي الاخر نجحنا ان احنا نحط البتاع جوه. لو انا اتسربعت وقلت له يا بابا لا مش بيعمل كده، هيقوم سايبها لي خالص اعملي انت، ومش هيتعلم. في الاول احنا بنتعب عشان نعلم مهاره جديده. محدش بيروح يكسب بطولات في الجمباز الا لما بيمر بمراحل فشل. احنا محتاجين نعلم الولاد يمروا بمراحل فشل واقبل الفشل بتاعهم واطوره. هي عملت المواعين مش احسن حاجه، هو عمل الساندوتش وفتفت الدنيا حواليه، بس في الاخر دلوقتي انا بقدر اخرج وهو بيعمل كل حاجه لوحده، أنا مش بعمل له اي حاجه، انا بسافر وهو معتمد على نفسه. في اهالي لا انا ما اقدرش اسافر، اصل الولد ما يقدرش يحط الحاجه يسخنها في الميكرويف، اصل الولد ما يعرفش يعصر على الليمونه على الاكل. فانا بربي معاقين، فانا ليه اعمل كده في ولادي؟ صحيح. لما يسافر بره ده ممكن يعمل ايه لوحده؟
لما يروح لما هي تتجوز هتفتح بيت ازاي؟ وانا مش بقول على حاجه هتحصل كمان 10 15 سنه. انت لو بره وتاخرتي في الشغل في يوم كان مره مطر كده والناس كلها اتاخرت في اشغالها ومعرفوش يروحوا بيوتهم، الولاد اللي قاعدين في البيت مش عارفين يعتمدوا على حد، دول هيعملوا ايه؟